وكنتمنى مسيرة موفقة لنادي فريق الوداد الرياضي، مزيد من الألقاب إن شاء الله. فأنا جد حزين وأومين طون وفرحان باش أنني نحترف أوروبا ونزيد نطور من الأداء ديالي باش نكون أساسي رفقة المنتخب المغربي الوطني. شكرا. سعدي دابا نتمنى لكم الخميس ديال كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله الله يحفظك. اليوم الفوز الحمد لله الحمد لله. الفوز بحال اللي قلتوا شفتوا كنستاهلوا كنستاهلوا صراحه هذه البطوله. ما كانت سهله مره، مي عملنا الخدمه اللي كانت خصها تعمل. عملنا كنا سيريو من الاول ديال العام، وهذا الدوزيام تيتر وباقي كيسنانا واحد الغونديفو امبورطون جودي ان شاء الله. اذا نكملوا هذا الشيء ان شاء الله. هي هذه الكره صراحه شنو قلت كيستاهل، وان شاء الله الله يسهل عليه يقول لي يعمل شي عام مزيان في فرنسا ويتقدر تلونس لا كاري ديالو احسن في الاوروب ان شاء الله. اولا مبروك على جميع الامه الوداديه هذا الفوز، هذا اللقب اللي غالي علينا. الحمد لله يعني كان عندنا هدف من بدايه الموسم هو نلعبوا على جميع الالقاب. الحمد لله احنا مازال غاديين في الطريق الصحيح، عندنا فرصه ان شاء الله باش نلعبوا على لقب اخر نهار الخميس. نتمنى ان شاء الله نكونوا في ذاك الجورجي، نكونوا موجودين ان شاء الله ونعطيو زي ما نتقاتلوا ما امكن باش ان شاء الله نكملوا هذا المسار هذا ونخلي واحد الموسم اللي يكون تاريخي ان شاء الله. شنو جبنا ديال البيبليك اللي حجج بكثره اليوم وسانداتكم؟ وكنقول لهم مشكورين بزاف على جميع المجهودات اللي كيديروا معنا، على جميع الدعم اللي كيديروا. كنبغوا نهدوا لهم هذا الفوز اللي عندهم واحد زعما عندهم واحد شنو عندهم واحد الفضل علينا كبير، عندهم واحد الفضل كبير في هاد التشويجات اللي فزنا بهم هذا الموسم هذا. نتمنى ان شاء الله نهديهم اللقب الماجي ان شاء الله، غنتقاتلوا من اجله ان شاء الله باش نقدروا نهديو لهم ان شاء الله في نهايه الموسم. شنو تقول الضارب بمناسبه الاختيار ديالو؟ ومبروك عليه، اي لاعب سنه حياتي هذه، حتى هو عطى الفرقه بزاف لاعب اللي خصو يطور المستوى ديالو، خصو يخرج. نتمنى ان شاء الله نشوفوا لاعب كبير حيت يستاهل فريمون يستاهل. نتمنى له الخير ان شاء الله وجميع اللاعبين نتمنى لهم الخير ان شاء الله. صراحه التتويج جا عن جدارة واستحقاق. الحمد لله كانت الخدمه من بدايه السنه حنا الاولين، يعني ما خاصناش نحطوا يدينا ولا كتكون بعض المرات هفوات، ولكن الحمد لله كنرجعوا دغيا في سكه الانتصارات. الحمد لله هادشي تالينا قدرنا نحرزوا البطوله والشامبيونز ليغ، وهذا ما يكونش الا اخر لقاء ان شاء الله. عندنا مقابله مع فريق الرجاء اللي غتكون مقابله جميله وفيها غيكون عرس كروي مغربي افريقي، وان شاء الله نحقوا المبتغى ان شاء الله ونديو الثلاثيه ان شاء الله هذا العام باش نسعدوا هذا الجمهور هذا كاتب لك اي ازرنا لا داخل الميدان لا خارج الميدان. وكنقول لهم شكرا لكم بزاف. وديما المباراه ديال الخميس عندها واحد الطعم خاص، مباراه الديربي ديما كيكون واحد الصراع اللي كبير بين الوداد والرجاء. نتمنى ان شاء الله نكونوا في المستوى ونفرحوا كاع الجماهير الوداديه. الدراء وهادشي كيرجع للفضل ديالها. الحمد لله والحمد لله ربي توفقني ديما الوالد ديالي الله يخليه ليا توفق. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.